السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أعزائي مشاهدين قناة صحتك تهمنا. كل عام وأنتم بخير. طبعا عيد الأضحى بكرة، كل سنة وأنتم طيبين، بس عايزين نفكركم إن اللحوم والمحمر والمشمر بيعلوا الكوليسترول في الدم. أيوة يا بنتي، بس يعني ما نعيدش معاكوا بقى ولا إيه؟ لا يا ماما يا حبيبتي، هنعيد وكل حاجة وهناكل لحمة بس بطريقة صحية. وده هيحصل ازاي بقى يا بنتي؟ اولا نبعد عن اللحوم السمينة ونخلينا في اللحوم الحمراء زي اللحمة البيتلو. بس انا بحب اللحمة الضاني قوي. ممكن ناكل لحمة ضاني بس نختار اللي من غير سمين زي فخدة الخروف او الماعز. ماشي ماشي. ثانيا اللحمة المفرومة لازم تكون حمرة وما فيهاش دهون. ثالثا ناكل بس اللحمة المسلوقة او المشوية، بلاش المتحمرة في السمنة او الزيت. حاضر. رابعا نكتر من الخضروات على الاكل زي السلطة الخضراء وعليها شوية زيت زيتون، وما تنسوش تحلوا بالفاكهة، ويا سلام بقى لو في شوية مكسرات. الله الله. خامسا بعد الأكل ممكن ناكل كوباية زبادي خالي الدسم أو لبن رايب عشان يساعد على الهضم، وبالهنا والشفا. ما تنسوناش في اللايك والسبسكرايب وشير، وعام سعيد عليكم جميعاً.